حياكم الله وهلا بكم متابعينا بكل مكان. هذه قرية بني سلام، دائما نحكي عنها نسولف انه هذه القرية موجودة في قرية بني سلام، واللي جددت طبعا عام 1994. هذه هي طبعا، هذا البراد مال المي اللي موجود بكل قريب. شوف هذا البايب، طبعا هذا بال94 جدد هذا الشكل. هذه قرية بني سلام طبعا بها ناعورين، قرية بني سلام. هاي مقابلنا حوجة تربان، طبعا هنا اتذكر كان مطار عم ابراهيم الله يرحمه، حمال ديكو.